البيانيست إذا ما عندوش بيدال سيستم فحالا قلتي الاركات ما عندهاش لامبرياج يمكن لك تلعب غير بهالطريقة هادي وما يمكنش لك تلعب فحال هالطريقة وداكشي علاش داروا لينا لي بيدال سوستين فحال هادو اللي كيكونوا ديال لا سان اولا في الدار ولا بد تكون عندك بيدال سوستين ما مصوباش بلي فيزيبل داخل بالبولات اولا بشي ترانسفور داخل فيه غير خيط وكيمشي لواحد بلاصة وكيتسودا فواحد بلاصة وكيخرجوا لك ان جاك مونو الفرق ما بين بيدال سوستين وبلا بيدال سيستم.